أيها الملأ الكريم، أيها الحضور الفضلاء، أيها السادة العلماء، أيها المنظمون والمشرفون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول أخذت على غرة، فهمس في أذني منذ دقائق أني سأعوض المسبوق وسأنجز ما فات من كلمة كان المبرمج لها أن تكون بالأمس، لكن حالت حوائل ومنعت موانع دون حضور في الوقت، فالحمد لله على كل حال. ليس لي ما أقوله سوى حب جئت أحمله من الزيتونة إلى أهل هذه الديار ومن حضر فيها ومن جاء إليها، حب ناتج عن رحم قديم، والعلم كما يقال رحم بين أهله، والرحم الذي جئت منه إنما انطلق سنة 116 للهجرة في ديار إفريقية التي منها خرجت فاطمة الفهرية فأسست مدينة القيروان في فاس، وخرج منها المعز لدين الله وشرق فأسس الأزهر. جئت لأقول إنما الذي يجمعنا هم مشترك. صحيح جامعتنا مختصة في العلوم الشرعية فحسب، لكن أهلها مثلكم يحملون هم الإسلام وهم المسلمين، فلئن ظهر الفساد في الأرض بما كسبت أيدي الناس وتلوث الواقع الذي نبحثه اليوم، إنما العلاج والشفاء والدواء يأتي ممن يحملون هم الأمة، ممن كلفهم الله سبحانه وتعالى بأداء الرسالة، من الذين يفوزون بالعلم بإذن الله فتكون لهم الحياة. فز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. أقول إن الجامعة جامعة الزيتونة شاكرة ومقدرة لكل الجهود المبذولة في مشارق الأرض ومغاربها خدمة للإسلام، وإننا لندعو للجميع، وإنا لنشد على أيادي الجميع السائرين في هذا الضرب المضيء بإذن الله، والذين يصلون إلى النتائج المرجوة. المعذرة إن لم أزور كلاما حتى أذكر الأسماء التي أشرفت على هذا المؤتمر، لكن يكفي ما في قلبي لهم من الود حتى أدعو لهم بالتوفيق. فلكل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر، ولكل من شد إليه الرحال من مشارق الأرض ومغاربها، أعتذر إن لم أذكر الأسماء، فإنما كل باسمه وكل بصفته لهم منا خالص الدعاء على أن يوفقهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المحاضرين وأن ينفع السامعين وأن يجعل كل ذلك في موازين حسناتهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشكر والتقدير لمنظمين هذه القمة، هذا المؤتمر حقيقة المتميز، ممثلين في رابطة الجامعات الإسلامية على رأسهم معالي الدكتور أسامة العبد، وجامعة مركز الثقافة السنية وعلى رأسهم شافاه الله وعافاه فضيلة الشيخ أبو بكر، ومديرها الشيخ عبد الحكيم كاندي، وأيضا فرق العمل التي تسهر حقيقة على راحتنا وضيافتنا وخدمتنا وإنجاح هذا المؤتمر. والشكر والتقدير لزملائي ورئيس الجلسة الأستاذ الدكتور نبيل السملوطي. أنا سوف أتكلم خارج الصندوق مطلقا في استراتيجية مقترحة لعلاج مشكلة كبيرة جدا، يعني مشكلة المناخ كما تكلمنا بالأمس مشكلة متشابكة حقيقة معقدة، هي على مستويات مختلفة وفي نفس الوقت في بيئات مختلفة. لا يستطيع أي مخطط أو أيضا منفذ سواء كان على مستوى الدول أو المؤسسات أو الشركات أن تستطيع الحصول على نسبة عالية من التحكم بأدوات التنفيذ. هنا تكمن الإشكالية الكبيرة في التعامل مع هذه المشاكل التي أصلا هي غير مستقرة وفي نفس الوقت أيضا غير مقدرة، تحتاج إلى علاج وقائي في البداية، ثم بعد ذلك أدوات مرنة جدا تصلح في زمان ومكان في نفس الوقت وأيضا في المستقبل. يعني هناك نوع من الفوضى الخلاقة في طرح أدوات علاج هذه المشكلة حقيقة، لأن بعض الأحيان تكون المشكلة في الأرض أو في البحر أو في السماء، وقد تكون أيضا خارج نطاق الفضاء. هنا يحتاج منا تصور استراتيجية خاصة للجامعات بأدواتها وأعمالها مختلفة تماما. لذلك أسميت هذه الورقة ابتكار القيمة، ابتكار قيمة جديدة لحل مشكلة من خلال الأدوات الجامعية والشراكات الاستراتيجية بين الجامعات. لذلك سوف أسلط الضوء على عدة محاور. سوف أتكلم قليلا عن استراتيجية ما وراء المعرفة. نحن اليوم في عالم ليس فقط يتكلم عن المعرفة المحسوسة سواء كانت قولا أو فعلا أو كتبا أو نقاشا أو إلى آخره، إن لم نذهب إلى ما وراء المعرفة واستدلالاتها لن نستطيع أن نجد حلولا تنافسية لمشكلة مثل مشكلة المناخ. أيضا سوف نتكلم عن الجامعات والمناخ، سوف نتكلم عن رأس المال المعرفي الذي تجاوز رأس المال المادي أو رأس المال البشري، سوف نتكلم عن البيداغوجيا، تعلم التعلم، سوف نذهب أبعد بكثير من أننا نعتني بأدوات التعليم، لا، نحن نريد أن نعتني أكثر بكيفية طرق التعلم للتعلم. سوف نتكلم عن التعلم العميق Deep Learning، هذا الذي سوف يوصلنا إلى أكثر تأمل بشكل كبير في الأدوات. سوف نتكلم عن ابتكار القيمة، وأعرج وأسلط الضوء قليلا على رؤية 2030 وما أنجزته في المملكة العربية السعودية من إنجازات حقيقة خلال السنتين الماضية في موضوع علاج أيضا وطرق وأساليب مبتكرة لمقاومة التصحر أو غيرها من علاج أزمات المناخ. وآخر شيء استراتيجية الاستدامة التي تكلمنا عنها بالبارحة أيضا. أول شيء نحن نحتاج أن ننظر عميقا في الأدوات، أن نذهب عميقا في منهجية الفعل من خلال أدواتنا، أي أننا لابد أن نسلط الضوء على ما هي منهجيتنا في التعليم، ما هي المنهجية في إنتاج المعرفة، لأن اليوم ليست الجامعات فقط
هي التي تعطي المعرفة أو تؤدي الدور أن تكون مظلة للمعرفة. لا، لابد أن يكون دور أكثر وأبعد من أنها تجعل من روادها، كانوا طلاباً أو أساتذة أو بيئات جامعية، أنهم يعيدوا إنتاج المعرفة بأنفسهم، الوصول والإتاحة لكل مخرجات وإمكانيات الموارد المعرفية. أيضاً أننا لا نتكلم فقط عن منهجية تقليدية في التلقي في الجامعات، نحن نريد أساليب جديدة في عملية التعلم، مثل أساليب العصف الذهني، النقاش، استراتيجيات التعليم المقلوب، أي التعليم من خلال الطلاب أو من خلال بيئات العمل والمعرفة، وليس فقط من خلال الأساتذة أو المؤثرين أو إدارة الجامعة أو موارد الجامعة فقط. أيضا نتكلم عن استراتيجيات تطوير الأدوات، أدوات المناخ، وابتكار التكنولوجيا في الجامعات، وكيفية التوعية لهذا للمجتمع كخدمة مجتمعية. أيضا نسلط الضوء على التداخلات خلال المساحات المشتركة بيننا وبين الآخرين، الذي الفئة المستفيدة من الجامعات، الآخرين، المجتمع نفسه، الآخرون قد يكونوا دول أو مؤسسات أو أفراد. وزبدة هذه الاستراتيجية في الأثر، ما مقياس الأثر على الإنسان وعلى المجتمع أيا كان الإنسان؟ لأن هذا الإسلام لم يأتي لفئة معينة أو محددة أو مكان محدد أو زمان محدد. لذلك قال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: رحمة للعالمين. العالمين ليسوا حتى فقط الإنس فقط، وليسوا فقط الإنس والجن، بل الإنس والجن والجماد والأرض والكون والفضاء وكل شيء علمناه نحن أو لم نعلمه أو سنعلمه. لذلك قياس الأثر في الجامعات، وهذا سوف أتكلم عنه في الاستراتيجية في الموظفات، الأوتكمز، مهم جدا، لأن اليوم مناهج وأساليب وطرق وخريجين قد يكونوا بالآلاف، لكن أين خدمة، وأعتذر اللفظ، خدمة ما بعد التخرج، خلينا نسميها، أين خدمة ما بعد التخرج؟ ألست حين تشتري أي ما منتج مادي تسأل دائما عن خدمة إيش؟ ما بعد البيع. طب أين خدمة ما بعد التخرج؟ هؤلاء الخريجين، أساتذة كانوا أو كانوا طلابا بكل فئاتهم، من، هل الجامعات لديها مؤسسية لقياس الأثر في مجتمعاتهم؟ لأنك أنت تنفق عليه جهداً مادياً ومعنوياً لمدة 4 أو 10 سنوات، طيب ما الفائدة؟ الفائدة في الأثر، وهذا مهم جداً لنجاح استراتيجية التفكير خارج الصندوق. لذلك هذه المشاكل تحتاج إلى معالجة ذكية، لا تحتاج إلى معالجة تقليدية. يعني لا تقنعني أننا ممكن بطرق بسيطة أو تقليدية أننا سوف نعالج مشاكل ضخمة معقدة، نحن نحتاج إلى معالجة ذكية تعتمد على التخطيط السليم، تعتمد على أن يكون هناك ليدرشيبس، لابد يكون لدينا قيادات أبطال لهذه المبادرات، لأن التحديات الكبيرة والاستثنائية تحتاج ماذا؟ تحتاج مؤسسات استثنائية وتحتاج أشخاص استثنائيين. أيضا نحتاج إلى منهجية التوسع، وليس فقط أننا نكون منغلقين على أنفسنا، لأن لا يكون هناك قناعات أن شخص أو مؤسسة أو فئة أو بلد تستطيع علاج مثل هذه المشاكل. لابد أن نبحث عن المساحات المشتركة. أيضاً لابد أن ننظر في الحالات الثابتة في المعالجات الذكية. ليش؟ لأن هي المقياس والمعايير لدينا، سواء كانت الحالة الثابتة قيمية أو تجارب ناجحة أو نماذج معيارية. وتتلخص مراحل هذه الاستراتيجية في 3 مراحل. المرحلة الأولى تأسيس نموذج التعافي. نحن اليوم نتعامل مع مشكلة وكأنها مرض، هي موجودة، درجة حرارة الأرض ترتفع كالبشر، أنت حين يكون عندك طفل ترتفع درجة حرارته، أنت أول مرحلة تريد إيش؟ أن تحافظ عليه، تريد طرق للتعافي. وطرق التعافي أول شيء تقدير احتياجاتنا، ما الذي نحتاجه؟
نحن لابد أن يكون لدينا خارطة واضحة لتقدير احتياجاتنا على مستوى الفرد ومستوى الجامعات. ما الذي نحتاجه؟ لأن هناك جامعات إمكانياتها مثلاً A ألف، وهناك جامعات إمكانياتها باء وسين وصاد. هذه الإمكانيات المختلفة بمختلف مستوياتها لا نستطيع أن نتعامل معها بنفس المقياس. لكل جامعة ومؤسسة وفرد احتياج معين يستطيع أن يأخذه ويستطيع أن يعطيه، يسد الفجوة فيه. الخطوة الثانية في المرحلة الأولى تحديد الأدوات. حين أقدر الاحتياج أستطيع، يسهل علي أن أحدد الأدوات التي أتعامل معها في هذه المشكلة. ثم بعد ذلك الشراكات، سر النجاح. نحن تكلمنا عن المعالجة الذكية، إذن نتكلم عن الشراكات الذكية، الشراكات التي تعتمد على ما أستطيع تقديمه وما أستطيع الاستفادة منه. أنا أستطيع تقديم 10 أشياء وغيري يستطيع أن يقدم شيء واحد، إذن هناك شراكة ذكية، وهذا مطلوب حقيقة. رئيس الجلسة الدكتور نبي، جزاك الله، رئيس الجلسة. فلذلك مهم جدا المرحلة الثانية أن يكون هناك تطوير لمنهجية المؤثر والمتأثر. المرحلة الثالثة تمكين وتحضير ابتكارات الأدوات، أي أننا لابد أن يكون لدينا تطوير لهذه الأدوات. ما وراء المعرفة تعتمد على التفكير الاستراتيجي وليس التفكير التقليدي، أي لابد أن يكون لدينا تفكيراً استراتيجياً بعيد في المستقبل بأدواتنا ومناهجنا وإلى آخره. لابد أن يكون لدينا رؤية مستقبلية واضحة تكون على 5 سنوات أو 10 سنوات. لابد أن يكون لدينا ذكاءً ثقافياً، لأن نحن نعيش في مجتمعات هم الذين سوف ينفذوا هذه الاستراتيجية. يعني أن المجتمع ومؤسساته المدنية ومؤسساته المجتمعية هي التي سوف تنفذ هذه الاستراتيجية. إذن لابد يكون لدينا ذكاءً ثقافياً واندماج لهذا المجتمع في أدوات الجامعة. تحفيز الابتكار مطلب مهم جداً من تحويل الأشخاص والأفراد والمعارف إلى نقاط لا قيمة لها، لابد من تعريفها، لابد من إضفاء المعرفة عليها، لابد من معرفة دواخلها إنسايد، لابد من إيصالها. لذلك لماذا قلنا أن المعالجة الذكية تحتاج إلى قيادة؟ إيصال المعرفة بأفرادها ومؤسسات أفراد. معالي الدكتور، يعني أمامك 3 دقائق. أبشر إن شاء الله، لنتم الربع ساعة إن شاء الله. تفضل. حتى الوصول للمؤسسات وتفعيلها إلى منظومة حكيمة. اليوم الحكم الراشد مطلب أصيل ومن مطالب الأمم المتحدة للدول والمؤسسات. الحوكمة مطلب أصيل، لا تكون إلا بأن يكون هناك تفعيل حقيقي داخل المؤسسات وحتى تتكامل مع الآخرين، حتى نستطيع أن يكون لدينا إبداع. التعلم العميق تعلم مهم جدا، ليس فقط ببساطة أدواته، إنما بعمق الرؤية المستقبلية لديه. قد نحن نعلم أطفالنا أن يستخدموا الدراجة الهوائية، لكن في سبيل ماذا؟ أنه سوف يكون رائد فضاء. هذه الرؤية في التعلم العميق مهمة جدا. أنا اليوم أعلم طلبة الجامعة ليس من أجل الأدوات البسيطة التي يتعلموها، إنما وفق رؤية استراتيجية كبيرة نحو المستقبل. لابد أن تكون الجامعات منصة حقيقية، وليست فقط مكان للتعلم فقط، لا، منصة ينطلق منها العلم والمعرفة والموارد المعرفية. رأس المال المعرفي مهم جدا. نماذج الابتكار، لابد أن يكون هناك أدوات مبتكرة بين الطلاب والأساتذة. لابد أن يكون هناك نوع من التفكير خارج الصندوق، كيف تستطيع أن تبتكر القيمة. الموظفات تكلمنا عنها، التعلم. لابد أيضا التلميذ أو الطالب أو أدوات الجامعة لا تعتني فقط بالتعلم، إنما أيضا بالتعلم كيف نتعلم. وهذه استراتيجية أيضا تجمع بين الممكن والمنهج. بيئة الابتكار بين الإنسان والتكنولوجيا والمجتمع والقيمة. قد يكون لدينا إنسان وتكنولوجيا ومجتمع، لكن نحتاج إلى قيمة أيضا، يكون خلق لبيئات الابتكار. تتلخص ابتكار القيمة في أننا نوجد قيمة للأشياء، نوجد قيمة
للمواد التي نعطيها للطلبة، للأساتذة، للإنتاج. أعرج على فقط مشروع واحد لرؤية 2030، مدينة ذا لاين، مدينة 100% طاقة نظيفة، 100%، 200 متر في 170 كيلو، آمل الاطلاع عليها. شكراً معالي الدكتور. شكر الله لكم. شكراً، بارك الله فيك، وإحنا أسفين جداً.